نحن عادة كل فنان ضيف قبل ما يدخل بيكون محضرين له المقلب على آلة التسجيل. اليوم في عنا ضيف بجوز ما لحقنا لظرف ما انه نعمل فيه مقلب، وحب يشاركنا بشكل مفاجئ. فحاليا موجود هو بغرفة غرفة انتظار، وزميلنا زياد معه، وبالطبع هو ما بيعرف زياد ولا اجتمع معه ولا مرة. نراقب على المونيتور ونشوف شو اللي بده يصير. ان شاء الله يصلنا الصوت. بيقدم اغاني ممثل بغني؟ ايه ممثل بيقدم اغاني. يا ماني شايفك احتفظ فيها بالتلفزيون. واذا حلفتك بأما بتكذب شيء؟ انه شايفني ولا ما شايفني؟ بجوز لك شيء، بس انا يعني قليل اتفرج على التلفزيون بحكم عملي. شو عملك؟ شو عملك ليش؟ ضيع عن جاص. جاص؟ يعني كم مسرة. شو كم مسرة؟ يعني انجاز. هلا انجاز هو يكون مسرح؟ تغني؟ يلا غني. انجاز بتغني. ما في اغلظ من جاري يا عيوني. في جيران غلاظ ما؟ في بعض الجيران غلاظ. في يعني انا مثلا انت جيت لعندي بعدت وما بعرفك يعني. شلون ما بتعرفني؟ منين بعرفك انا؟ منين بعرفك؟ والله ما بتعرفني؟ هو من يومين بعتك كده انجاز؟ لا والله. لا لا والله مو انا. مو انت. جوز قرايبي. تحب البزنس؟ اقضامي بدك عمي حل عمي. ليك بلوزتك مجعلك من هون. ولك ايه من ايدك بقى؟ عن جد مجعلك ليك من هون هيك. فهمني بدك شيء؟ بدك تسألني عن شيء؟ أسئلة يعني؟ يا ريت تستعد هلا خمس دقايق وفكرتك ها؟ يلا شو عندك؟ عندي شغل أرجوك. أقعد دقيقة شو بدك بالشغل؟ الأمر بيخلص والشغل ما بيخلص. أقعد شو عندك؟ بلا الشغل بالمرة ما أحسن. أقعد ظريف أنت فعلا ظريف. ليش؟ شو عندك؟ هلا بتشوف فعلا. شو بتشتغل يعني؟ فهمني فهمني شو بتشتغل؟ قيمي لك بات يعني. هلا عندي تصوير خلص بتبعكوا البنطاقة لبات من ديدان. اكل لك مجالك يا وعي. خليك هيك انت هلا بينتك رايق ومرتب يعني انا حابب امزح معك بس هلا مو جاي على بالي. بس انا جاي على بالي. بس لا اخلص من الاستوديو بطلع لعندك. شو ها؟ ها؟ استوديو؟ بس انت ما بتعرف جاهل انت ما بتعرف شو استوديو؟ استوديو هاي بدها كثير لتفهم انت. لا شو يعني؟ بجد انا مالي فاضي بدي اقعد شوي لحالي اذا ممكن يعني. ليش مين قاعد معك؟ تنتقل انت ولا انا؟ لوين؟ يعني عليك قاعد وما حدا حاكي معك. لا معلش ارجوك يعني بدي ارتاح شوي. ارتاح تفضل. أهلين. دي صارت الساعة؟ معك ساعة أنت؟ غلط ساعتي. لا لا لحظة. اتنين ونص ولا اتنين ونص؟ خلص أنا الصبح أنت المساء. أنا مالي شايف شي بضحي. ايش عم ضحى؟ ليش هلا شو يعني؟ هلا المساء. المساء؟ لا الصبح الصبح هلا. زلمة عن جد عن جد ما بعرف يعني عشو بتضحكوا هيك شغله ولا سخيفة عشو عم ضحى؟ عن جد عشو عم ضحى؟ بدك شي يا اخي؟ شو بدي؟ يعني هلا انا كنت قاعد هنا تعبت لهون جيت لحقتني بدك شي؟ يعني شو اللي بدي اياه؟ ليش ما وليتك؟ يلا جاهزين عم بسألك شو عم لك اخي مالي فاضي على الارض عم بسألك دايما هلا بطلع لعندك انت مو قاعد هون بس بدي افهم منك بنطلونك اهو والله هلا راجع بنطلونك منين جايبه؟ لك راجع لعندك انا طيب بلوزتك حلوه منك خليك هون رحب اهلا وسهلا يا مرحبا انا شايفه
شو بدك؟ يا ولد عقلك شو بدك؟ اخي الجمهور جمهور. مرحبا. اهلين. ما كنت تقول لي شو اسمك وشو تشتغل؟ والله يعني صار له 4 ايام او 5 ايام معنا، اي شخص يفوت دائما بده يساله، ما بيعرف شيء مسكين. انت ما لحقت اخر يعني بالاخير حتى قلت له الكاميرا لقطها، الكاميرا الخفيه لقطها بس بالنهايه قديش ما تواخذنا يعني ضايقناك يمكن ولا اعوذ بالله. الله يخليك اياك لطيف جدا انت، بس عن جد بلوستك مش عليك. هلا حل عمر رجالك. اهلا وسهلا مره ثانيه بنقوم بالفنان محسن غازي. الفنان محسن غازي حسب معرفتي انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه ومن فتره طويله. من كم سنه؟ من اي سنه تخرجت؟ 84. بال 84 عملت بالسينما والتلفزيون. عملنا للسينما فيلمين، الاول كان نجوم النهار، الفيلم الثاني ممتاز، الفيلم الثاني كمان ليالي بنها، اول اثنين اخذين جوائز عالميه. الاثنين اخذين جوائز عالميه. كيف تجربه السينما؟ والله ممتازة، حلوة كثير السينما. بس مصريات قلال يعني. مناح بس ما كثير. طب يا ترى الصورة بالسينما كونك مطرب وتهتم في يعني هذا الحضور عند المطرب ككاميرا وصورة وكادر، بالسينما كاميرا السينما مختلفة عن كاميرا التلفزيون؟ مختلفة طبعا، مختلفة. هو بشكل عام العمل بالسينما بيختلف عن التلفزيون، اكيد عندك معلومات عن ذلك يعني. الاثنين طبعا فيك انت كممثل يعني بعد حفظ دورك وبعد في عندك وقت انه انت تعطي بشكل كتير جيد في كل محاولة، او لانه في اعادات كتير يعني. السينما بجوز لها خصوصية اكتر، انه انت ممكن تصور لقطة في يوم تصوير ما بتتجاوز 5 ثواني او 10 ثواني او 20 ثانية، فمفروض يعني اللي بده يصور لقطة واحدة يكون متمكن منها يعني. ففيها السينما مجال للممثل انه يعطي اكثر. اخر اعمالك الفنيه، اخر اغنيه؟ اخر اغنيه انا صورتها للتلفزيون الشهر الماضي، بتقول لا تنطري وحدك على مفرق طريق مسافر انا بربط على مروحتي. حلو. اخي محسن، يعني فكرت على انه صوتك في بعض المطربين بيقولوا بنفس اللون، وهي مساله صعبه بالنسبه لكل مطرب في له زميل اخر بيغني نفس اللون. نعم. هذا المأزق كيف حاولت تهرب منه؟ شو الطريقه؟ هو مو مأزق يعني، الغناء الوان ومدارس يعني، في اللون الجبلي الشعبي، في اللون العاطفي، في لون الطرب، في فبكل لون من هاي الالوان بتلاقي مجموعه مطربين. المطرب الناجح هو بقى اللي بيختار اغنيه جميله كلمه ولحن وبيبدا في ادائها يعني. فأنا ما بعتبره مأزق، لأنه مسألة اعتبره منافسة، اعتبره يعني تحدي، مع أنه ما في تحدي، كله زملاء وبيحب بعضه يعني. فاللي بيجيب أحلى هو بيكون بنظر الجمهور مقبول يعني. طيب، ونقول لك أهلا وسهلا فيك، والميكروفون معك، وأي شيء بتختاره رح نستعين معك. يا أهلا بيك. I'm not afraid.
عبدا هالقلب المجروح يفرح فيك ويتهنى حتى هالقلب المجروح يفرح فيك ويتهنى يا عمري قلبي عنا مسألتي مرة شو صار يا عمري قلبي عنا مسألتي مرة شو صار حني عقلبي المجروح من عمره ولع فيك والله ما بيرجع نسان لو ما بيعشق عينيك والله ما بيرجع نسان لو ما بيعشق عينيك والله ما بيرجع نسان لو ما بيعشق عينيك